بسم الله الرحمن الرحيم. على المحاضرة الأولى في كورس السي سي ان اي سكيورتي 210-260. طبعا الكورس بتاعنا دي أول محاضرة فيه، ولازم تكون عارف إن الكورس ده المنهج الجديد فيرجن 3، ده آخر منهج نزل من سيسكو في سنة 2015. كان قبل كده على طول المنهج 640-554، وخلاص سيسكو قالت المنهج اتحال على المعاش أو بقى اكسبايرد. كان آخر ميعاد إن أنت تمتحن الامتحان كان يوم 31 نوفمبر 2015. من بعد 31 نوفمبر 2015 انت مطالب لما تيجي تحجز امتحان سي اس ان سكيورتي جاست ان انت هتلاقي ال 210-260 فقط. فاجبار عليك دلوقتي انت تعرف مواضيع الكورس، ايه هي المواضيع اللي فيه، ايه الاختلاف ما بينه وما بين الكورس اللي فات، عشان لما تيجي تدخل الامتحان تعديه من غير مشاكل باذن الله. طبعا خلينا الاول اعرفك ان المنهج بتاعنا مكون من 21 محاضره. ال 21 محاضره بيتقسموا معايا لموديولز، كل موديول فيه بعض المحاضرات. فعندي الموديول رقم 1 Security Concepts، وده هنتكلم فيه لمدة 4 محاضرات. بعد كده عندي الموديول رقم 2 Secure Network Access أو Devices، هنتكلم فيه 3 محاضرات، وهكذا طول ما انت شايف. وطبعا لو انت عايز تعرف اكتر عن المواضيع ديت قبل ما تبدأ في الكورس، انصحك انت ترجع لأول فيديو خالص أو أول محاضرة خالص في الكورس اللي هي الكورس Introduction، هتلاقيني اتكلمت فيها عن المواضيع ديت كجنرال فيو كده أو نظرة سريعة عليها، عشان تكون عارف انت الكورس هتدرس فيه ايه. اوكي، فعلى طول خلينا ما نضيعش وقت ونبتدي في المحاضره بتاعت النهارده. محاضره النهارده بعنوان Threats Escape. دايما اي كورس سكيورتي لازم في البدايه بربيك او بعلمك الاساسيات. انت دلوقتي واحد رايح للسكيورتي للسيسكو سكيورتي، وانت اوريدي جاي من راوتينج وسويتشنج او جاي من سيرفرز او جاي من اي تخصص تاني، فانت بالنسبه لك السي سي ان سكيورتي هي اول خطوه في التخصص. فانت محتاج تعرف ايه هي السكيورتي بشكل عام، يعني ايه سي سي ان سكيورتي وليه اصلا السكيورتي. عشان كده كان المحاضره ديت اللي هي بعنوان Threats Escape في اول موديول سكيورتي كونسبتس، مهمتها ان هي بتعرفك اوفر فيو سريعه عن الاساسيات بتاعه السكيورتي، ان اي حد متخصص سكيورتي لازم يكون عارف ايا كان تخصصك في السكيورتي، سواء انت كنت في الفيندور بتاع سيسكو او بتاع جونيبر او بتاع مكافي او بتاع الكاتل، اي شركه لازم في البدايه بتعرفك السكيورتي، مش بتدخلك على السكيورتي بتاعها على طول. ده هي في البدايه بتقولك في اساسيات جنرال ستاندرد موجود عند كل الشركات، انت كراجل بتاع سكيورتي سبيشاليست لازم تكون عارفها الاول. فانا في البدايه انا عايز اعرفك ان نو اندستري از اكزامبت فروم اتاكس، ودايما دي قاعده اساسيه خدها معاك طول ما انت ماشي في السكيورتي. مستحيل ان يكون في المؤسسه بتاعتك سكيور 100%، انت مش معصوم من الخطأ. دي احنا دايما حكمة بنقولها لبعض، زيك بالظبط زي الشركة بتاعتك. الشركة بتاعتك سهل جدا هي تتعرض للاتاكس، مهما حطيت فيها من هاردوير او سوفتوير وتقول ده انا مطبق احدث التكنولوجي بتاعت السكيورتي، برضو هيكون في اتاكس. فعشان كده الاتاكرز احنا ممكن نصنفهم كالتالي، ممكن يكون كانديفيديوال يعني شخص لوحده، او ممكن يكون سمول تيم، او ممكن يكون اورجانيزيشن كاملة، او ممكن يكون حكومة كاملة. فعشان كده لما واحد يقول لك انا اتاكر، طب انت تقول له طبعا هو مش هقول لك كده، يعني هو لما بيتعرف على الانترنت يقول لك في اتاك حصلت من الاتاكر الفلاني، فبيبتدي بقى المنظمات بتاعت سيكيورتي او شركات السيكيورتي زي كاسبريسكي مكافي اي في جي يبتدوا يحللوا الاتاك اللي حصل ده، ويقولوا يا جماعه الاتاك ده حصل من شخص بعينه اسمه كذا، طب الشخص ده ميوله ايه، طب ايه اللي خلاه يعمل اتاك، هم يبتدوا يحللوا بقى. او ممكن تكون الاتاك ده حصل من تيم فريق كده متوزع على مستوى العالم، اتفقوا يا جماعه مع بعض يوم كذا هنعمل اتاك بالصيغه الفلانيه او هنعمل اتاك بالشكل الفلاني. فانا دلوقتي زي بالظبط لما واحد يعمل عمليه انتحاريه او فدائيه يقول لك يا جماعه مش عارف مجموعه اكس تنسب اللي حصل ده ليها هي، اوكي، فبيكون في معروف مين السبب في الاتاك ده او مين اللي حصل او مين اللي خلاه يحصل. فواحده كده بتقول لك يا جماعه انا بتكفل باللي حصل ده، انا اعلن مسؤوليتي عن اللي حصل ده. او ممكن تكون عندي مؤسسه كبيره، او ممكن تكون ناشونال جوفرنمنت، وطبعا الشكل بتاع الناشونال جوفرنمنت ده مش هيكون ليجل او مش هيكون ان بابليك. طبعا مستحيل شركه او دوله تطلع تقول يا جماعه انا مثلا انا دوله اكس عندنا 20 هاكر مرخصين من الدوله، وهم دول اللي بيحموا لنا الدوله بتاعتنا. طب انت دلوقتي اعلنتهم للبابليك، فهم دلوقتي بقى تارجت لاي حد تاني. فتلاقي الدول بيكونوا اي دوله متقدمه حاليا عندها تيم بتاع السايبر سيكيورتي، اوكي، ده التيم بتاع الديفنس الالكتروني، اي حاجه بتحصل على الدوله ديت الكترونيا المفروض هما بيستدعوا التيم ده. فالتيم ده يا اما بيكون ليجل يا اما ان ليجل. ان ليجل اللي هما بيشتغلوا بدماغهم وما لهمش قوانين تحكمهم.
ليجل احنا شغالين تبع الحكومه، تبع الوزاره، تبع المؤسسه، وهم اللي بيقولوا لنا نعمل ايه بالظبط. طبعا اللي عايزك تعرف ان الاتاكرز كرييتيف سينكرز، يعني ما فيش حد اتاكر اللي احنا بنعمله ده حاليا تسمع اي حد يقول يا جماعه انا هاكر، انا اتاك، انا اخترقت واحد صاحبي، اخترقت النيتورك، اخترقت مثلا الفايل شير. اللي بيعملوا ده كله احنا بنسميه كده في مصر الهبل، مش ماشي باي قواعد. طب انت عملت الاتاك ده ليه؟ طب انت استفدت ايه؟ طب طبقت ايه البوليسي او الرولز اللي انت طبقتها عشان تعمل اتاك؟ هو اصلا ما هوش عارف هو عمل كده ليه. فعشان كده احنا دايما بنقول الاتاكرز هو كرييتيف سينك، واحد بيعمل الاتاك عشان حاجه معينه هو عارف هو عمله ليه وهيستفاد منه ايه. انما اي حد تاني بيعمل اي حاجه بدماغه ده بنسميه سكريبت كيدي، او اللي هو الراجل اللي هو اطفال الهاكرز، اللي هو واحد تلاقي طول على الانترنت بيخترق بيها، فالحلوه دي قشطه، ما انا اجيبها كده مجربها في الواد محمد صاحبي، ما اشوف كده حسرق الفيسبوك اكونت بتاعه. طب انا دلوقتي بالنسبه لي كاتاكر لازم دايما بكون متابع او اكون ابديتد بايه اللي بيحصل. فعشان كده انا لازم وانا كاتاكر يعني بكون شغال بحاجات اولد او حاجات نيو، المهم بعمل بينهم كومباين، ودايما لازم اكون ايفولفد، لازم اكون بتطور على طول. ما ينفعش انا حتى الان احنا مثلا سيف 2015 بستخدم تول من بتاعه 2010، يقول لك اصل يا عم انا معتز جدا بالتول بتاعتي. انت مش معتز بيها، هي اوريدي انت شغال بتول ارتحت فيها، بس في طلع الابديت بتاعها، في الاحدث منها، فانت مضطر تعمل ابديت لنفسك، تعمل ابجريد لنفسك، تشوف ايه الجديد حاليا. التول بتاعت زمان دي مثلا كانت على انظمه معينه من السيستم، كان مثلا سي ويندوز اكس بي، ويندوز 7، حاليا في ويندوز 8.1، وفي ويندوز 10، حاليا في اندرويد، حاليا في اي او اس. فانت بتبتدي تشوف اليوزرز بيروحوا لايه، وانت بتروح معاهم، بتتماشى مع اليوزرز الموجودين فيه حاليا. طيب في عندي اربع مصطلحات اي حد بتاع سكيورتي لازم يكون عارفهم او يعرف يفرق ما بينهم. عندي فولنرابيليتي، عندي اكسبلويت، عندي ثريت، عندي ريسك. فولنرابيليتي دي احنا بنقولها باختصار نقطه ضعف موجوده عندك يا اما في السيستم يا اما في النتورك. فبقول لك دلوقتي النتورك بتاعتنا مليانه فولنرابيليتيز، فانا دلوقتي طبعا دي حاجه غلط او دي حاجه عيب، احنا عايزين نسد نقط الضعف دي. فساعتها بقوم نازل مثلا انتي فيروس او انترنت سيكيورتي، بجيب فاير وول، بجيب اي بي اس، بعمل اي حاجه المهم ما يكونش فيه عندي نقط ضعف. طب نقط الضعف ده اصلا انت عرفت ازاي هي موجوده؟ دي هنقولها كمان شويه قدام، عن طريق ان انا بنزل تول بتعمل لي نتورك سكاننج او بورت سكاننج، عن طريقها عايز اتست على قوه النتورك بتاعتي، ببتدي اعمل سكان على نفسي، بعمل بنتريشن تيستينج على نفسي، اختبار اختراق. ودايما المؤسسات ده بتعمله كل فتره عشان تتاكد ان هي مفيش عندها نقط ضعف. طب في عندي بعد كده المصطلح التاني اسمه اكسبلويت. اكسبلويت بنقولها هي استغلال. الاكسبلويت دي نتيجه الفولنربيليتي، يعني لو مفيش عندي فولنربيليتي مش هيكون في عندي اكسبلويت. فالفولنربيليتي انا عملت لها اكسبلويت، استغلتها، عندي دلوقتي نقطه ضعف، قلت لك مثلا انا ساكن في شقه، الشقه ديت الشباك بتاع الحمام بتاعها مكسور، فدلوقتي دي نقطه ضعف عندي، جه حرامي دخل من الشباك المكسور وسرق الشقه ومشى، فالحرامي دلوقتي عمل اكسبلويت للشباك او عمل اكسبلويت لنقطه الضعف اللي كانت موجوده عندي. فالعلاقه ما بينهم طرديه، ما فيش فولنربيليتي ما فيش اكسبلويت، في فولنربيليتي يبقى في اكسبلويت. فانا اللي يهمني ان ما يكونش في عندي فولنربيليتيز في السيستم بتاعي او في النتورك عشان ما فيش حد يعمل لي اكسبلويت عليه، ما حدش يعمل كومبرومايز للسيستم. كومبرومايز للسيستم يعني يدخل على السيستم ويطوعه زي ما هو عايز، يخليه يعمل اللي هو عايزه. فاحنا دايما بنقول الفولنربيليتي زائد اكسبلويت بيدوني ريسك. فعشان كده احنا بنقول الريسك هي اي تهديد او اي نقطه ضعف موجوده عندي في النتورك تم استغلالها. فاحنا بنقول الريسك بتساوي الفولنربيليتي زائد الاكسبلويت، دي معادله كده تطبقها معايا. طب ايه هي الثريت؟ الثريت بنسميها اي تهديد امني، يعني مثلا ممكن اقول لك الفولنربيليتي دي ثريت، الاكسبلويت ده ثريت، فده كده يعتبر جنرال تيرم بيقول ان انا في عندي تهديد امني. طب التهديد الامني ده نوعه ايه؟ هل هو على النتورك ولا نقطه ضعف ولا كسيستم ولا كبلوتوث ولا كاشخاص نفسهم ولا ايه بالظبط؟ فانا بقول لك دايما ثريتس، عشان كده المحاضره بتاعتنا اصلا عنوانها ثريتس اسكيب، اللي هو احنا بنتكلم عن التهديدات الامنيه بشكل عام، بنتكلم عن السكوب بتاعها بشكل عام، ايه هو اللي جواها. فانا يهمني من السلايد دي تعرف ان عندي فولنربيلتي يعني نقطه ضعف في السيستم بتاعي او في النتورك، اكسبلويت دي الطريقه اللي استغليت بيها نقطه الضعف، فعندي الفولنربيلتي زائد الاكسبلويت بيساوي لي الريسك، الريسك اللي هو المخاطر الامنيه او خطر امني. فبالتالي مفيش فولنربيلتي يبقى مفيش اكسبلويت يبقى مفيش ريسك. حلو، فده اللي يهمك دايما في السيستم بتاعك وفي النتورك ان انت تحقق المعادله دي،
نو ريسك، مفيش عندي مخاطر امنيه. طب المخاطر دي ما جاتلكش منين؟ عشان انا اصلا ما عنديش فولنربيلتيز وبالتالي ما عنديش اكسبلويتس. كويس قوي. دلوقتي هنبتدي نتكلم في ايه اكتر انواع الاتاكس اللي دايما هتشوفها انت كنيتورك سكيورتي سبيشالست. اول نوع من الاتاك وهو الدينايل اوف سيرفيس، او بنسميه الدوس اتاك. الدوس اتاك يمكن اشهر نوع من انواع الاتاكس اللي موجوده حاليا ان جنرال. ليه؟ عشان ما لهاش علاج حتى الان، او ما لهاش علاج فعال. اي اتاكس ثانيه ممكن عن طريق ان انت بتعمل شويه كونفيجريشن على السويتش بتاعك، او بتعمل انستول لهاردوير جديد، الدنيا خلاص ظبطت عندك. انما الدينايل اوف سيرفيس ده حتى الان مفيش عليه كنترول الا اذا انت صرفت كتير جدا عن المؤسسه بتاعتك عشان تحميها منه. فالدينايل اوف سيرفيس بتقول لي ان انا بحاول اخلي الكمبيوتر بتاعك او النيتورك او الويب سايت بتاعك يكون ان افيلابل. يعني ايه دينايل؟ يعني معناها حجب اوف سيرفيس، حجب الخدمه. فدينايل اوف سيرفيس اتاك معناها هجمات حجب الخدمه. انت دلوقتي في خدمه انت بتجيبها من على النيتورك ديت او من على الويب سايت ده، انا كاتاكر حجبت عنك الخدمه دي، ان انا دلوقتي عملت التارجت بتاعي ان انا اوقع لك الويب سايت، اوقع لك السيرفر، اوقع لك النيتورك. طب هتوقعها ازاي؟ عن طريق ان انا بعمل كونسيوم للريسورسز بتاعتها، او بعمل سيستم كراش. يعني انت دلوقتي متعود تدخل مثلا سي على جوجل دوت كوم كل يوم الصبح بتعمل سيرش عليه، تخيل انت في يوم جيت تكتب جوجل دوت كوم، جوجل ما فتحلكش، طلع لك بيقول لك ويب سايت ان افيلابل. معناها دلوقتي ان انا قدرت اخليك ما توصلش لجوجل، يبقى انا حجبت عنك الخدمه اللي بيقدمها عنك جوجل. او بمعنى تاني ان انا خليت الريسورسز بتاعت جوجل كلها استنفذت. فمفروض جوجل لما تيجي تفتحه هو بيكون فيه طلب منك، انت بتبعت طلب وهو بيجيب لك رد، فانت بعت له جوجل دوت كوم وانت بتكتبها، المفروض انت دلوقتي بعت طلب ومفروض جوجل يفتح لك الويب سايت بتاعه. فانا خليت الريسورسز بتاعت الويب سايت جوجل كلها استهلكت، بمعنى ان هو ما يقدرش يرد عليك. طبعا الدينايل اوف سيرفيس احنا بنسميها ميجر ريسك، دي اساسي ميك من اكتر اتاكس المشهوره قوي. وطبعا دي بتخليني ديسربت اوف اوبريشن اوف بزنس، بيخلي البيزنس بتاعي يقع. طب ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق التي سي بي سين فلود او بينج اوف ديس، ان انا ببعت لك طلبات بحجم كبير جدا للويب سايت بتاعك او النيتورك او السيرفر، بحيث السيرفر ده هيجي في وقت من الاوقات مش هيقدر يرد عليا. يعني دلوقتي ابسط مثال عليها بعمل بينج. البينج مثلا احنا عارفين البينج ده انا بستخدمه عشان مثلا اعمل تيست على الانترنت بتاعي، مثلا بقول بينج جوجل دوت كوم، فهنا جوجل دوت كوم بيرد عليا، انا بعت له دلوقتي طلب بالامر بينج على جوجل دوت كوم، ده السيرفر بتاع جوجل عمل لي ريسولف، قال لي الاي بي بتاع جوجل اهوت 173 وعمل لي ريبلاي. فانا دلوقتي ما بعملش دينايل اوف سيرفيس اتاك، ده يعتبر شكل من اشكال الكوميونيكيشن بتاعتي على النيتورك. تخيل دلوقتي في بعض السايتات عندك زي مثلا ياهو، بينج ياهو دوت كوم، ياهو بيرد عليك اهو. في بعض الويب سيرفرز الموجوده عالميا معروف او عندها رولز في حاله لو اليوزر حاول يبعت طلبات بحجم اكبر من المطلوب او بحجم اكبر من المعتاد، ساعتها اعمل بلوك للاي بي ده، او ساعتها صنف الاي بي ده على انه اتاكر عايز يعمل عليك دينال اوف سيرفيس. انت دلوقتي بتعمل بينج ليه؟ انا الكوماند بتاع البينج كل مهمته ان انا بعمل تيست للكونكشن بتاع الانترنت. فانا دلوقتي بعمل من الجهاز بتاعي على موقع ياهو دوت كوم اللي موجود في امريكا، فجاب لي الاي بي بتاعه اهوت وبيجيب لي الريبلاي بتاع ياهو دوت كوم. طب تخيل دلوقتي انا لو بدات اتحكم في حجم الطلب اللي ببعته، لو جيت انا قلت له داش ال وبعد كده مثلا بقول له 3000 وانتر، اللي هيحصل حاليا ان ياهو مش هترد عليا. ياهو دلوقتي بدات، جميل ده ردت اهو، بس بدا يقطع، احنا هنزود حجم الطلب شويه. اللي حصل دلوقتي ان انا بدات ابعت طلب لياهو بس بحجم كبير شويه، 3000 كيلو في الثانيه. فبدا دلوقتي ياهو يصنفني ان انا مش عايز اعمل عليه بينج، البينج لو كنت عايز تست كونكشن وخلاص، انما دلوقتي انا عايز ابتدي اعمل عليه اتاك، يعني عايز استنفذ منه 3000 كيلو في الرد. خلينا كده نزود حجم الطلب ده مثلا نخليه 5000 ونشوف هل هيرد علينا ولا لا. اللي بيتم ان الويب سيرفر نفسه بيكون عنده رولز او قواعد، في حاله لو الاي بي او السورس اي بي جاي يطلب من عندي طلب بحجم كذا رد عليه، لو الحجم ده زاد عن النورمال ساعتها ما تردش عليه، عشان لو انت رديت عليه هيعمل كونسيوم للريسورسز بتاعتك، كونسيوم للريسورسز بتاعتك، فبالتالي انت هتستهلك كل الريسورسز بتاعتك في الرد عليه،
فمش هتعرف ترد على حد تاني. النوع ده من الاتاك اللي انا بعمله حاليا بنسميه بينج اوف ديث، ان انا بعت لك طلب بينج بس اتحكمت في حجم الطلب، ان انا بعت لك ب 5000 كيلو، بعت لك طلب ب 5 ميجا في الثانيه، فانت المفروض ترد عليه ب 5 ميجا في الثانيه، يعني كل طلب من دول تلاقي 5 ميجا 5 ميجا 5 ميجا 5 ميجا. وطبعا اي ويب سيرفر بيكون جواه بافر او بيكون جواه مساحه تخزينيه، هل الويب سيرفر هيقدر يبعت لي 5 ميجا في الثانيه ويبعت لواحد ثاني 5 ميجا في الثانيه وواحد ثالث 5 ميجا في الثانيه؟ فطبعا ده اوفرلود على السيرفر نفسه، فالسيرفر بيضطر ان هو ما يردش عليك اصلا عشان ما يوقعش، عن طريق رولز او بنسميها سيجنتشر او بنسميها ثري شولد. ثري شولد ديت بيكون رول انا كاتبه جوه الويب سيرفر او حاطه على جهاز السكيورتي اللي قبليه، سواء فاير وول مثلا، بقول له في حاله لو السورس ادرس حاول يجيب طلب بحجم قد كذا، باخد الاكشن بقى، يا اما بعمل له بلوك، يا اما بقول له ديناي، يا اما بعمل ريسيت للكونكشن. الكلام ده كله هنشوفه ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن الاي بي اس والفاير وول. اوكي، فده شكل من اشكال الدينايل اوف سيرفيس اتاك، ان انا من جهازي حاولت اعمل بينج اوف ديس. خلينا نوقف الطلب. زي ما كان الدينايل اوف سيرفيس على جهاز واحد بس، في حاجه اسمها ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس او دي دوس، وده الحجم الكبير بتاع الدينايل اوف سيرفيس. انا هنا دلوقتي من جهاز واحد بس قدرت اعمل بينج اوف ديس، فتخيل بقى لو احنا مجموعه كبيره مع بعض عايزين نعمل الدينايل اوف سيرفيس، فساعتها بنسميه ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس. طبعا ده الخطر بتاعه اكبر بكتير من الانديفيديوال اللي هو يعمله، يعني الدينايل اوف سيرفيس اتاك الديستريبيوتد اهم بكتير من الدينايل اوف سيرفيس العادي. الدينايل اوف سيرفيس العاديه واحد بس هيعمل، مهما عمل مش هيأثر للتأثير القوي على الفيكتيم، انما لما يكون ديستريبيوتد، لما احنا كلنا يا جماعه هنتفق يوم كذا الساعه كذا هنخش نعمل بس بينج اوف ديس، او هنبعت طلبات بحجم كذا على الويب سيرفر، فاكيد الطلبات دي كلها هتجيله من اماكن متعدده، فالويب سيرفر مش هيقدر يستحمل، فهيعمل كراش او هيوقف. فحل الوحيد ان انت تعمل له ريستارت او تعيد تشغيله مره تانية. طب الكلام ده بيتم ازاي؟ في حاله لو احنا متفقين مع بعض جروب مثلا او تيم، اللي احنا اتكلمنا عنه في اول سلايد، قلنا الهاكرز ممكن يكونوا جروب او تيم او جوفرنمنت، كلنا اتفقنا مع بعض هنعمل الاتاك ده. في حاله مثلا احنا ما اتفقناش او واحد بس وعايز يخليك تعمل بينج اوف ديس او يخليك يعمل دينايل اوف سيرفيس غصب عنك من غير ما انت تحس، فساعتها انا كاتاكر ممكن اخترق بعض الاجهزه، بخليهم زي الزومبيز. عارف الزومبي؟ الموتى الاحياء. هو ميت بس ماشي من نفسه كده، مفيش حد ما هوش عارف يكنترول على نفسه، فهو تلاقيه ماشي من نفسه. فاحنا بنقول للزومبي الموتى الاحياء، ان انا بخلي الاجهزه كلها عباره عن زومبيز. ده بيتم ازاي؟ ان انا كاتاكر اوريدي انا اخترقت مجموعه من الاجهزه على الانترنت، ايا كانت الطريقه اخترقت بيهم، بعد كده انا كاتاكر استغليت الاجهزه ديت ان هي تعمل اتاك على الفيكتيم. بعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها كوماند اند كنترول، ده ابلكيشن او بعض الكوماند انا من خلالها ببتدي اقول يا جهاز واحد ابعت اتاك، يا جهاز اتنين ابعت اتاك، يا جهاز ثلاثة ابعت اتاك. يبقى انا دلوقتي كاتاكر انا محمي او الهويه بتاعتي ما حدش يعرفها، وانا دلوقتي مستغلك ان انت تعمل اتاك على فيكتيم. يعني حتى لو المؤسسه ديت عندها سنسورز او متطوره لدرجه ان هي تعرف تعمل تريس وترجع تشوف مين اللي عمل عليها اتاك، هتجيب الزومبي اللي هو انت. فانت تيجي تقول لهم يا جماعه انا ما اعرفش والله اصلا، انا ما عملتش حاجه، فهم هيكتشفوا ان في عندك هنا مثلا تروجن او عندك فيروس بيخلي الاتاكر عن بعد يبتدي يتحكم فيك. طبعا ده اخطر نوع من انواع الاتاك، فده بنسميه البوت نت دينال اوف سيرفيس ديستريبيوتد دينال اوف سيرفيس اتاك، انك اتاكر من على بعد بدات اتحكم في اجهزه تانية، الاجهزه التانية دي ما تعرفش اصلا ان انا مخترقها، وبدات منها ابعت ترافيك كبير جدا. عشان كده في بعض الاوقات واحد يقول لك يا جماعه انا النتورك عندي بتعلى او البنج عالي وانا اصلا ما بعملش اي حاجه على النتورك، فدايما الناس تنصح تقول لك نزل برنامج انتي فيروس او انترنت سكيورتي وخليه يعمل سكان، هيطلع عندك تروجنز او هيطلع عندك فيروس، الفيروس دي اصلا من غير ما تحس هي اللي بتستهلك الريسورسز بتاعتك، سواء بقى هي بتعمل داونلود لحاجات ملهاش لازمه او بتبتدي تعمل هي ترافيك على اي ريسورسز ثانيه في الناحيه الثانيه. جميل، فده الشكل بتاع الدنايل ديستريبيوتد دنايل اوف سيرفيس اتاك. الاتاك الثاني المشهور جدا هو السبوفينج. السبوفينج معناها التزييف. يعني ايه تزييف؟ يعني واحد بينتحل شخصيه خلصت، فانا دلوقتي بنتحل شخصيه جهاز ثاني على النتورك وابتدي ابعت ترافيك منه، فانا كاتاكر دلوقتي عايز اهاك على جهاز، فانا بدل ما يكون انا اللي ظاهر في الصوره ان انا عملت عليه اتاك، لا انا ببعت له الترافيك بس بعنوان حد تاني، فالفيكتيم ده لما يجي يرد هيرد على الحد التاني مش انا. طب انا دلوقتي السبوفنج ده ممكن يتم ازاي؟ اما يكون اي بي ادرس سبوف، بنتحل شخصيتك عن طريق ان انا باخد الاي بي بتاعك
او ماك ادرس سبوف، باخد الماك ادرس بتاعك، او بعمل ابلكيشن سبوف ان انا بنتحل شخصيه دي ان اس او دي اتش سي بي، اللي هو بعمل تزييف باي شكل وخلاص. فعشان كده بقول لك نوت ان اتاك اتسلف، انا دلوقتي مش موجود اصلا في الاتاك، مش ظاهر. طب خلينا ناخد كده اول شكل من اشكاله، الاي بي ادرس سبوفينج. انا دلوقتي هنا ده الاتاكر، الاتاكر وهو بيبعت بدل ما يقول انا السورس بتاعي 172.25.9.7، ده قال انا السورس بتاعي 192.168.64. يعني هو دلوقتي انتحل شخصيه الراجل اللي تحت ده، فاخد الاي بي بتاع الراجل ده وبدا يبعت ترافيك للسيرفر ده اللي هو 10.1.2.3. ف 10.1.2.3 هيتلاقي ان في جاي له ترافيك من الاي بي 192.168.64، فهيبتدي السيرفر ده يرد بالترافيك على الجهاز 192.168.64. يبقى انا دلوقتي انا محمي بعيد خالص عن الدنيا، واغتحلت شخصيه الشخص اللي تحت ده. فيبقى دلوقتي كل الترافيك ما بين مين؟ انا كل ما ابعت له من ده هو يرد على اللي تحت. فيا اما بقى انا من فوق هنا هوقع السيرفر ده بالترافيك بتاعي، يا اما السيرفر ده هيرد بطلبات كبيره جدا على الجهاز ده وهيخلي الجهاز ده يقع. فانا دلوقتي عملت اي بي ادرس سبوف، اخدت الاي بي بتاع الجهاز اللي تحت وبدات ابعت بيه، لعبت في الهيدر الرساله بتاعته وهي بتتبعت، فعندي ديستنيشن هو بيرد على السورس اللي جاي منه، فهيرد على الراجل اللي تحت. السبوفنج اتاك ممكن تكون يا اما ريفليكشن او امبليفيكيشن. ريفليكشن زي اللي احنا عملناه ده، بنسميه الانعكاس، ان انا عملت عليك سبوف باي بي ادرس مش بتاعي، فانت بترد على الاي بي ادرس اللي جالك منه. عشان كده الريفليكشن اتاك بقول لك الاتاكر بيعمل سند لمجموعه من الباكيتس ويز سبوف ذا اي بي ادرس تو جيت اذر هوست تو فلود ا فيكتيم. فهنا المهمه بتاعت الاتاك ده ان انا بعت هنا الطلب بالاي بي اللي تحت للسيرفر، فالسيرفر ده كل الطلبات بتاعته او كل هيرد بيه هيرد بيه على اللي تحت، واللي تحت اصلا ما عملش اي ترافيك على النتورك، هو اصلا مش عايز الطلبات دي، بس تلاقي فجاه كده جاي له ترافيك ملوش اي لازم، فبالتالي بيعمل له فلودنج، فبالتالي بيوقعه خالص من على النتورك. ممكن يكون الريفليكشن اتاك ممكن لو تم بشكل اكبر او بترافيك اكبر بنسميه امبليفيكيشن. فالامبليفيكيشن اتاك بيكون شكله زي ده، ان انا هنا كاتاكر عايز اخلي الجهاز ده يقع من على النتورك. فانا كاتاكر كل اللي عملته ان انا بعت بينج على الانترنت بالاي بي بتاع الفيكتيم اللي هو 10.1.1.5، وبعته من كام؟ جايب لك هنا بيقول لك من 56 كي مودم، يعني من خط بسيط جدا، يعني خط انترنت 56 كيلو في الثانيه. فدلوقتي الترافيك ده عدى من الانترنت وراح للسيرفرات وراح للراوترات، فدلوقتي الراوترات ديت هيوصل لها الترافيك جاي لهم من اي بي 10.1.1.5، فلما يجي يردهم هيردوا كلهم على ال 10.1.1.5 اللي هو في الحاله ديت الفيكتيم. فهنا بيقول لك thousand of ICMP packets reply to 10.1.1.5. النوع ده من الاتاك ده هو الامبليفيكيشن اتاك، او بنسميه اسم تاني النوع ده بالذات من الاتاك بنسميه سمرف اتاك. طبعا هتلاقي الاتاكس كتير كلها لها اسماء كده غريبه، سمرف يعني سنفور، مش عارف يعني ايه سنفور اصلا، اللي هو البتاع الازرق الكرتون ده، بس بنسميه كده سمرف اتاك. فتعرف هتقول سمرف اتاك معناها ان دلوقتي ان انا كاتاكر عملت اي بي سبوفنج، اخدت اي بي جهاز تاني في النتورك بتاعتي، بعت بيه ريكوست، فالريبلاي كله جه عليه هو، فبالتالي الفيكتيم ده اتغرق بطلبات هو اصلا ما كانش بعتها، او اتغرق بردود هو ما كانش بعت طلب ليها، فبالتالي الفيكتيم ده هيقع من على النتورك. يبقى انا دلوقتي يعتبر عملت اتاك على الجهاز ده، يبقى الجهاز ده كان شغال دلوقتي انا عملت له دينيل اوف سيرفيس ما عادش شغال. فالنوع ده من الاتاك بنسميه الامبليفيكيشن اتاك. وطبعا الريفليكشن اند امبليفيكيشن اتاكس صعب جدا اعمل لهم تريس، عشان اصلا الاكشوال سورس اوف اتاك از هيدن. طبعا ده اللي يهمني، في قاعده بقولها لك ان اي حد ممكن يعمل اتاك، بس مش اي حد ما يتجبش. تاني انا ممكن جدا اعمل اتاك وبسهوله قوي، اي حد يقول لك انا عملت اتاك على الجهاز ده، طب ايه بقى اللي يمنع يا حلو ان هم يجيبوك؟ وهو هيعمل لك تريس ويجيبك. فعشان كده دايما دايما اقول لك قبل ما تعمل اتاك فكر ازاي هتحمي نفسك ان هم يجيبوك او يوصلوا لك. فشكل من اشكال الاي بي سبوفنج ان انا بنتهل شخصيه جهاز تاني، فانا متغطي وراه زي البوت نت هنا، انا كاتاكر اهوت موجود في دوله ما محدش يعرف عني حاجه، فبدل ما انا اعمل اتاك بشكل دايركت، لا انا هحمي نفسي الاول، هبتدي استغل بعض الاجهزه التانيه اللي عندها فولنربيلتي، ومن الاجهزه التانيه دي هبتدي اعمل اتاك من غير ما هم يحسوا، يبقى انا قضيت الغرض بتاعي وفي نفس الوقت محدش يعرف يتعقبني ولا حد يعرف يعمل لي تريس ويجيبني.
جميل، كويس قوي. في بعد كده نوع تالت من الاتاك وهو السوشيال انجينير. السوشيال انجينير بنسميه الهندسه الاجتماعيه، دي انسى بقى الكمبيوتر بتاعك، انسى بقى البي سي، دي بتعتمد على المهاره الشخصيه بتاعتك انت في التخاطب او في التواصل مع الناس. اللي هو انت عارف كلنا اكيد لينا صاحبنا اللي انت بتيجي تقعد معاه، اللي هو انت اصلا لسه عارفه امبارح ولا اول امبارح، بس لو تقعد معاه تلاقيك انت قاعد بتكر في الكلام. ازيك عامل ايه، وحشنا حبيبي والله، اخبارك ايه، انت شغال فين دلوقتي؟ اه شغال مع محمد. اه طب وانت شغال في انهي قسم بقى؟ طب تعرف مش عارف مين؟ طب ما تجيب رقم تليفونك كده، طب ما تضيفني على الفيسبوك بتاعك، تضيفه على الفيسبوك. ايه ده انت عندك اصدقاء؟ هو طب انا هضيفهم، فاهم؟ فاللي هو انت واحد ما تعرفوش اصلا تلاقيك انت بتخر له بالكلام، فتخيل ده انت شايفه فيس تو فيس. انما السوشيال انجينيرنج بقى بتقول لك انا ممكن استغلك عن طريق مهاراتي الاجتماعيه بتاعتي، ان انا اكلمك في التليفون، اهلا بيك يا فندم، انا شركه كذا معاك، واكبرك بقول لك انا مثلا اتش ار في مايكروسوفت، انا عاجبنا جدا السي في بتاعتك، فمحتاجك تبعت لي بعض الديتيلز الخاصه بيك، تبعت لي عنوانك في مصر موجود فين، شغال في شركه ايه، ايه البوزيشن بتاعك حاليا، ايه اخر المشاريع اللي انت عملتها، طب ما تقول لي كده الانفراستراكشر بتاعت الشركه عندكم فيها ايه، انا سمعت ان انتوا عندكم راوترات سيسكو. تقول له يا فندم احنا عندنا راوتر كذا وراوتر كذا وراوتر كذا، وفي عندنا سيرفرات عليها انستولد 2012، وفي يا فندم عندنا الماشينز كلها بتاعت الهوست ويندوز 10. ايه ده، فانت اصلا تخيل واحد بس ثبتك بكلمه في اول المكالمه، فانت طلعت تقول له كل حاجه. نفس الكلام ده انا ممكن استغله لك بقى لو انا معاك في الشركه، اقول لك دلوقتي انت مثلا انت في شركه اكس، اقول لك انا معاك في نفس الشركه اكس، بس انا الاي تي مانجر هنا، ومحتاج اعمل ريسيت للباسورد بتاعك عشان الباسورد بتاعك او الاكونت بتاعك عامل مشاكل عندنا في النتورك، فمن فضلك ابعت لي الداتا بتاعتك اللي انت بتخش بيها على الجهاز كل يوم. هقول له طب حاضر يا فندم ثواني بس هبعت لك اليوزر نيم والباسورد بتاعي. ايه ده، طب انت اتاكدت اصلا هو الاي تي مانجر بتاعك؟ فده بالظبط السوشيال انجينير. فالسوشيال انجينيرنج يا اما بتكون دايركت يا اما بتكون ان دايركت، او بنسميها الباسيف او الاتاك. الباسيف ان انا عملت من غير ما اتواصل معاك فيس تو فيس، ان انا انتحت شخصيه حد تاني، انما الاكتف ان انا هقول لك طب انا هقابلك وانتحت شخصيه حد تاني، وممكن توصل ان انا اعمل كروت وهميه، اطبع لنفسي كروت واديها لك والبس لبس كويس واقنعك ان انا شغال في الشركه اكس وعايز منك واحد اتنين تلاته. فالسوشيال انجينيرنج ليها اكتر من نوع من انواع التطبيق، يا اما الفون سكامز زي ما اتكلمت عنها من شويه، يا اما الفيشنج الاحتيال الالكتروني ودي هنقولها كمان شويه، يا اما حاجه اسمها التيل جيتنج. التيل جيتنج ديت مشهوره جدا، ان انت وانت داخل مثلا الشركه او مؤسسه دايما بتعدي كده من بوابه او من باب، الباب اللي هو بيكشف عن المعادن او اي حاجه في جيبك، وتلاقي دايما في حارس واقف جنبها يقول لك فندم من فضلك حط شنطتك، هتعدي على جهاز كشف المعادن وتعدي انت من باب صغير كده. التيل جيتنج ده معناها ان هو واحد لازق فيك على طول وداخل كده، وهو اصلا مش اوثورايز اللي هو يدخل المؤسسه ديت، بس تلاقيه لازق فيك دخل معاك كده يعني كده كده بالمره وانت داخل، اما هو دخل فيك ما حدش يعرف هو معاه ايه. او ممكن السوشيال انجينيرنج الاتاك ده يتم عن طريق اللوست يو اس بي ميموري كي. تخيل دلوقتي انت كان معاك اليو اس بي ميموري بتاعتك وكان عليه الداتا بتاعت الشركه، حاطط مثلا فيها ملف تكست فيه كل الباسورد بتاعت النتورك، ده كارثه. وتخيل ده مثلا ضاع منك واحد تاني تلاقاه، فشوف هيستغله ازاي. الشكل الاخير من السوشيال انجينيرنج هو الفيجوال هاكينج، وده بنسميهم اشهر ناس طبعا هم الشولدر سيرفنج، ان انت وانت قاعد في الشغل الصبح تلاقي واحد صاحبك يقول لك ازيك يا ابو حميد عامل ايه اخبارك ايه وحشني يا عم والله، وهو مظبط نفسه جاي يقف جنبك وانت مثلا بتعمل لوجن على الفيسبوك بتاعك، او بتعمل لوجن مثلا على السيرفر بتاع الشركه او على الراوتر، فبالتالي هو واقف شولدر سيرفنج يعني واقف جنب كتفك وباص شافك انت بتكتب ايه، فبالتالي هو خلاص شاف الباسورد بتاعك. جميل، اللي هو برضك بالحدائق كده ومن غير ما تحس عرف الباسورد بتاعك خلاص، فانت في اي وقت دلوقتي انت مش موجود هو ممكن يعمل مصيبه ويدبسك انت فيه. طيب ايه هو الفيشنج؟ الفيشنج بنسميه الاصطياد الالكتروني، وده اتاك مشهور جدا 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 خصوصا في كروت الائتمان. لو حد معاه فيزا انترنت او بيتابع الحساب بتاعه او بيشتري وبيبيع على الانترنت بالفيزا بتاعته ده بيتعرض للاتاك ده. فالفيشنج اتاك بيقول لك سين انت مشترك على الموقع ده، على البنك بتاعك انت بتشتري وبتدفع منه اسمه bigbank.com، ده الاي بي بتاعه. اوكي، اللي حصل دلوقتي ان انا كاتاكر بعت لك ايميل انت كعميل، الايميل ده انت حلت فيه شخصيه البنك وقلت لك come see us at bigbank.com. يعني دلوقتي كاتاكر عملت سيرفر وهمي واعطيته نفس الاسم بتاع البنك بتاعك الحقيقي وبعت لك ايميل بيه، قلت لك اضغط على اللينك ده عشان تخش على صفحه البنك بتاعك. فجاست ان انت عملت كليك على صفحه البنك، بدل ما هتروح لصفحه البنك الحقيقيه هتروح دلوقتي على صفحه البنك الوهميه اللي انا عملتها لك على سيرفر داخلي عندي اهو. فبالتالي اي داتا انت هتكتبها هتتسجل على السيرفر ده وهتتبعت لي انا كاتاكر.
فانا كاتاكر بكل سهوله من غير ما اغصبك على حاجه، انا دلوقتي هاخد البيانات اللي انت كتبتها هنا وابتدي استغلها ان انا في اشتري من البنك الحقيقي بتاعك. تاني، يبقى الفيشنج السرد الالكتروني، اتاكر انتحل شخصيه البنك الحقيقي بتاعك وعمل سيرفر تاني بموقع تاني باي بي تاني وبدا يبعت لك اللينك ده، فانت وانس ان انت تضغط على اللينك دخلت انت على الموقع الوهمي ده، فبالتالي هتكتب اليوزر نيم باسورد بتاعك وهتكتب الكريدت كارد نمبر وهتكتب السي سي في بتاعها وكل حاجه، هو اخد ديت واشتري هو بسهوله. انت تكتشف الحكايه دي بقى لو انت بتتابع الحساب بتاعك كل فتره، او مثلا بيجي لك مسج على الموبايل بتاعك يقول لك تم سحب حاليا مبلغ قد كذا، تم شراء مبلغ قد كذا، تم شراء، فانت تكتشف في الاخر ايه ده، انا ما اشتريتش الحاجات دي، حصلت امتى؟ عشان كده دايما ريكومندد ليك الحل بتاع الموضوع ده، اوعى تفتح اي لينكس انت مش تراستد فيها، دايما اي لينكات بتجيلك كسبام او اي لينكات بتجيلك مش تراستد بتحط لك في الصندوق بتاع السبام، فريكومندد ليك او ينصح ما تفتحش صندوق السبام، اي حاجه في السبام جايه لك على الايميل في السبام ما تصدقهاش عشان دي انتراستد. السيرفرات نفسها بتاعت الميل سيرفر سواء انت بتشتغل على ياهو او جوجل، المسج اصلا وهي جايه لهم ما هماش واثقين فيها، فهم هم حاطينها لك بدل في الانبوكس بيحطوا لك في السبام، فمش اي رساله انت تفتحها. وحاجه زي ديت على طول تتصل بالبنك تتاكد تقول لهم يا جماعه هل فعلا انتوا غيرتوا الاي بي بتاعكم، عشان جاي لي رساله دلوقتي بتقول ان انتم غيرتوا الاي بي، فافتح الرساله ديت هيقول لك يا فندم احنا بعتنا لك فعلا الرساله، وتتاكد منهم بعت الساعه كام ومين اللي بعتها، او هم هياكدوا عليك يقول لك لا يا فندم ما بعتناش حاجه وما تفتحهاش. عشان كده دايما البنوك او المؤسسات الكبيره كل فتره اقول لك يا جماعه نبه على العملاء عدم تصديق اي رساله تصلك، عدم مش عارف فتح اي لينكات تصل، بينبهوا على العملاء بتاعهم، هو مفيش قدام غير الحل ده عشان يحلوا بيه الموضوع. اوكي، طبعا الفيشنج اتاك ليه اكتر من شكل، الاشكال بتاعته او التطور بتاع الفيشنج، وطبعا هو مش جاست بس ان انا بعمل صفحه بنك وبنتهل شخصيه البنك وخلاص، لا ده في اكتر من شكل للفيشنج. ممكن يكون سبير فيشنج، وده بيكون بيعمل تارجت للانديفيديوال او الجروب مجرد اسم بس، او في نوع تاني من الفيشنج اسمه ويلينج، وده بيشوف البروفايلز بتاعه الانديفيديوالز اوفر جروب او الجروب اللي هم الناس الهاي، يعني مثلا لو بعمل الفيشنج مش هتارجت بقى واحد موظف عادي، انا هتارجت مثلا مدير مؤسسه، مدير شركه، وزير مثلا، حاجه كده اللي هي حاجه كبيره يعني. في بعد كده عندي فارمنج، الفارمنج ده ان انا بعمل فيشنج للدي ان اس بتاعك، في عندي ووترنج هول ده بعمل كومبرومايز للويب سيرفر بتاعك، في عندي فيشنج بالفي ان انا ببتدي اعمل فيشنج عن طريق الفويس او الفون، عن طريق التليفون او اي محادثات فويس ببتدي اعمل لك الموضوع ده، وفي عندي سميشنج وده بعمل لك فيشنج بيها عن طريق الاس ام اس. طبعا دي كتطور انت مفروض تعرفها، لو عشان لو شفت المصطلحات دي تعرف ان هي كلها اشكال من اشكال الفيشنج، بس الشكل الاساسي بتاع الفيشنج هو احتيال الكتروني. اوكي، فالشكل هنا كمثال من اشكال الفارمنج، نفس المثال انا عندي هنا صفحه البنك الرئيسيه، عندي هنا الاتاكر عمل لك دي ان اس بويزن، طبعا انت عندك انت هنا كفيكتيم او كعندك انت كجهاز عادي عندك مكتوب فيه عنوان دي ان اس، الدي ان اس ده انت بتروح له عشان تدور على الموقع الفلاني، فانا دلوقتي دخلت على ملف الهوست فايل بتاعك او على ملف اللي فيه الدي ان اس بتاعك ولعبت فيه، بالتالي بدل ما انت كل مره بتروح على الدي ان اس الحقيقي عشان الدي ان اس الحقيقي يوصلك على صفحه البنك، ده لو وديتك على دي ان اس سيرفر مزيف، فالدي ان اس سيرفر المزيف مكتوب فيه ان صفحه البنك بالاي بي ده مش بالاي بي ده، فيبقى دلوقتي انا بدل ما العب لك بشكل مباشر ببعت لك لينك اللي هو صفحه الرساله، فاحنا قلنا الريكومندد بتاعك ان انت لما يجي لك ايميل من صفحه البنك ما تفتحوش عشان بيكون هو اوريدي في السبام، فالاتاكر طبعا بيطور نفسه فقال لك خلاص انا مش هبعت لك يا عم ايميل خالص، هبتدي اعمل لك دي ان اس بويزن. الدي ان اس بويزن ده بيتعمل بطرق كتير، اشهرها ان انا بعمل بدخل على الجهاز بتاعك عن طريق فولنربيلتي معروفه، هبتدي انا اديت في الفايل ده من غير ما تعرف واطلع تاني، فبالتالي انت مكتوب عندك في الدي ان اس ريكورد بتاعك، الدي ان اس طبعا انت بتراست فيه ان موجود عندك صفحه البنك بيج بانك دوت كوم موجود على الاي بي ده، فانت على طول بتروح انت بتفكر طبعا انت بتعمل اونلاين بانكينج ريجولر عادي، بس انت بتروح للوهم ما بتروحش للحقيقي. خامس نوع او رابع نوع من الوقت من الاتاكس اللي عندنا بنتكلم فيه هو الباسورد اتاك. باسورد اتاك ان انا باخد الباسورد بتاعك من غير ما انت تعرف. في الباسورد اتاك انا دلوقتي اللي بعمله ان انا باخد طبعا سهل جدا اي حد يعرف الايميل بتاع اي حد تاني، واشهر مواقع حاليا في الدخول ليها بيطلب منك الايميل بتاعك والباسورد. الايميل بتاعك سهل جدا اعرفه، سواء ان انا صاحبك او حبيبك او اعرفك اقول لك ابعت لي الايميل بتاعك، او عايز اضيفك مش عارف على الموقع الفلاني بالايميل بتاعك، الكلام ده سهل. الباسورد بتاعك بقى عشان اجيبه بجيبه ازاي؟ في عندي اكتر من طريقه، اول طريقه بعمل جيسنج ببتدي اخمن،
وطبعا التخمين دي تقريبا بتعمل 60% من الاتاكس بتاعت الباسورد بتيجي عن طريق التخمين. طب التخمين ازاي؟ انت راجل ما تعرفنيش، هتعرف ازاي تخمن الباسورد بتاعي؟ دي بتبتدي تشتغل بقى على الحته اللي هي الانفورميشن او النفسيه بتاعت الشخص ده. انا عارف مثلا انا عايز اخترق الاكونت بتاع الفيسبوك بتاع محمد، فانا عارف ان محمد ده لسه جديد في الموضوع بتاع النت، لسه ما يعرفش حاجه فيه. فاكيد اي حد جديد في النت دايما لما يجي يكتب باسورد عشان ما ينساهوش، يا اما بيكتبه باسمه، يا اما برقم تليفونه، يا اما بتاريخ ميلاده، يا اما باسم اخوه، فاهم؟ فتلاقي الخيارات كلها اللي قدامك، انت هتحمل تخمين لخمس ست باسوردات وهتلاقيك دخلت. فالعمليه بتبقى سهله جدا، خصوصا لو انت تعرف الشخص ده، او انت ممكن تكون عارف الشخص ده حقيقه بقى، يعني انت الراجل ده معاك شغال قبل كده، فانت عارف دايما اللي هو لما يجي يستخدم باسوردات بيستخدم مثلا باسورد 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5، فاهم؟ فانت دي بتيجي، هل انت عارف الشخص ولا مش عارفه؟ طب بتعرف هو داخل الانترنت بقى له قد ايه؟ في عندي نوع تاني هو البروت فورس اتاك، وده بحتاج ليه في حاله لو انا ما عرفتش اعمل جيسنج. فالبروت فورس اتاك ده بحتاج ماشين يكون امكانياتها عاليه، وابتدي ادي لها زي معطيات كده، وهي تبتدي تتست كل حاجه على الويب سايت ده لحد ما تجيب لك الباسورد الحقيقي. في عندي اخر نوع تاني او اخر نوع من الاتاكس بتاع الباسورد، وهو الديكشنري اتاك، ان انا بيكون عندي ديكشنري مجمع فيه اشهر الكلمات بتاعه الباسوردات وابتدي اجربها عليك. زي مثلا بقول الناس مثلا بتعمل باسورد 1 2 3 4 ما ينفعش، بعمل اي بي سي دي ما ينفعش، اي بي سي دي 1 2 3 4 ما ينفعش، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ما ينفعش، فاهم؟ فانت عندك ديكشنري كامل كده مثلا فيه 1000 2000 3000 ايا كان العدد، فانت بتمسك واحده واحده تقعد تجرب. طب انا دلوقتي لما اجي اعمل باسورد اتاك، يا اما بعملها اونلاين يا اما بعملها اوفلاين، يعني لازم اكون انا بجرب بشكل مباشر، او ممكن اخد انا ايمج او شكل اعمل زي اللي هي بنسميها ميرور من الويب سايت ده كله وانزلها عندي اوفلاين وابتدي اتست انا براحتي. طب انا ليه بعملها اوفلاين ما اعملها اونلاين على طول؟ عشان في بعض الويب سايت او بعض السيرفرز هي حاليا بقت بتعمل ديتكت للاتاكر، يعني لما تلاقيك مثلا عملت جربت خمس باسوردات في دقيقه واحده، فساعتها هي تشك فيك تقول لك ايه ده، خمس باسوردات ومش عارف تدخل باسورد بتاعك حتى الان. لو انت صاحب الايميل الحقيقي او صاحب الاكونت الحقيقي هتدخله على طول من ثالث مره اتليست يعني. انما مثلا لو تلاقيتك كل شويه قاعد بتست بتست بتست، فتعرف ان انت بتشغل تول عندك او برنامج، البرنامج ده قاعد بيخمن في الباسوردات، فبتقوم عامله لك يا اما بلوك يا اما ديناي يا اما بتعمل لك ريسيت للكونكشن كله. طيب انا دلوقتي عايز احمي نفسي من الباسورد اتاكس دي، ايه الحل؟ الحل او الريكومنديشن ليك، بقول لك مثلا استخدم مينيمم لينس اوف باسورد. بقول لك مثلا الباسوردات اقل حاجه يا جماعه، الباسوردات لما تيجي تستخدمها في بعض المواقع يقول لك 8 ارقام او 8 حروف. في بعض المواقع الثانيه تقول لك لازم يكون الباسورد بتاعك فيه علامات خاصه، او مثلا يكون فيه كابيتال، يكون فيه ارقام، يكون فيه سمول. في بعض الويب سايت الثانيه بيعمل لك هيومن فاكتورز، بيجيب لك مثلا زي معادله تحلها، بيجيب لك مثلا سؤال يقول لك جاوب لي عليه، يجيب لك حاجه اسمها الكاباتشا، يظهر لك شويه صور كده او ارقام يقول لك الارقام اللي موجوده على الصور اكتبها لي عشان اتاكد ان انت مش اتاكر. طيب الكلام اللي فات ده كله انا بستخدمه عشان اعمل حاجه اسمها ريكونسنس اتاك. ريكونسنس اتاك ده بنسميه الاستطلاع. انا دلوقتي عايز اعمل اتاك على سيستم على نتورك، فانا معايا دلوقتي الباسورد اتاك، معايا الفيشنج، كان معايا السبوفنج، معايا دينس سبوفنج، معايا حاجات كتير كلها بستخدمها عشان ابتدي اعمل ريكونسنس او ابتدي استطلع الفيكتيم بتاعي. فالفيكتيم بتاعي مثلا عايز اخترقه، بشوف ايه الايميلات بتاعته، اشوف في عنده نقط ضعف ولا لا، عن طريق ان انا بعمل فولنربيلتي سكانر، بجيب اي فولنربيلتي سكانر من الانترنت، تبتدي هو تعمل لي سكان على النيتورك ديت وتجيب لي ايه نقط الضعف، بعمل بورت سكانر، بعمل بينج سويب، ببتدي اعمل بينج على الاجهزه جوه وبشوف ايه الحاجات المفتوحه. طبعا انا في عندي تولز كتير بتعمل لي الكلام ده عن طريق تول اسمها ديج او ان اس لوك اب او هو از. الثلاثه تول دول بستخدمهم عشان اعمل اكستراكت المعلومات انا عايزها عن التارجت، سواء بقول له هات لي الايميلات بتاعته، هات لي دينس سيرفر بتاعه، هات لي السب دومينز بتاعته، الكلام ده كله انا بستخدمه عشان اعمل الريكونسنس. اخر نوع من انواع الاتاك هنا وهو اسمه الباور اوفر فلو اتاك، وده خطر جدا، ويمكن اغلب السيستمز الموجوده في الدنيا كلها بتعرض للاتاك ده، واشهرهم طبعا هو نظام تشغيل ويندوز. الباور اوفر فلو بيكون دي نقطه ضعف موجوده في الميموري بتاعه السيستم. فمثلا الميموري بتاعتك فيها اماكن فاضيه، فانا بستغلها بكتب بزرع مثلا فيها فيروس، عندي مثلا ملف بي دي اف، الملف بي دي اف ده فيه مساحات كتير فاضيه، فانا ممكن مثلا زرع فيه فيروس، فانا دلوقتي عملت حاجه اسمها بافر اوفر فلو اتاك. هو في الغالب بيكون التارجت بتاعي الميموري، بعمل دامج للميموري بتاعتك، بخلي الميموري بتاعتك امسح اللي موجود اللي فيها، بخليها تعمل ريبوت، بخليها تعمل كراش اصلا، عن طريق طبعا بعض التولز عندي هي اللي بتعمل لي الاتاك بتاع البافر اوفر فلو. المان ان ذا ميدل اتاك
يعتبر ده اتاك قديم قوي واحنا سمعنا عنه كتير. هو ببساطة يقول لك الشخص الموجود في المنتصف، ام اي تي ام، مان ان ذا ميدل اتاك. طب ده شكله ايه؟ دلوقتي عندي فيه جهازين، جهاز هوست ايه وهوست بي. الهوست ايه والهوست بي بدل ما بيتكلموا بعض بشكل دايركت، هوست ايه ليه اي بي 10.1.1.3 والماك ادرس بتاعه اسمه ماك ايه، عنده هوست بي الاي بي بتاعه 10.1.1.4 والماك ادرس بتاعه اسمه ماك ادرس بي. فدلوقتي انا جيت انا كاتاكر وقفت ما بينهم في النص، انا معاهم على نفس السويتش، فعايز اعمل مان اوف ذا ميدل اتاك او مان ان ذا ميدل اتاك. عملت ايه؟ بدات ابعت رساله لهوست ايه بقول له يا هوست ايه الاي بي بتاع 10.1.1.4 لو انت عايز توصل له هتوصل له بالماك ادرس اسمه دي اللي هو بتاعي انا، وقمت بعت رساله للهوست بي قلت له يا هوست بي عشان توصل للجهاز بتاع 10.1.1.3 اللي هو جهاز ايه هتوصل له عن طريق الماك ادرس دي اللي هو بتاعي انا. فيبقى دلوقتي اللي حصل ايه، احنا طبعا على مستوى السويتش، السويتش مش بيفهم غير ماك ادرس، فانا لما اجي اعمل مان ذا ميدل اتاك بنتحل شخصيه كل واحد من الطرفين عن طريق ان انا ببعت له الماك ادرس بتاعي. فانت كجهاز ايه لما تيجي تبعت لبي بدل ما هتبعت الماك ادرس بي هتبعت الماك ادرس دي اللي هو بتاعي انا، فالرساله توصل لي كاتاكر، وانا كاتاكر بعد كده هقوم باعت الرساله اللي جهاز ايه جابها لي ابعتها تاني على جهاز بي. بس طبعا ده بعد ما شفتها، انا شفت المحتوى بتاع الرساله دي ايه. يبقى انا دلوقتي خليت الارب تيبل، التيبل اللي موجود هنا عند هوست بي، مسجل ان 10.1.1.3 بدل ما هو موجود على ماك ادرس ايه لا ده هو مسجله بماك ادرس دي. يبقى كل مره جهاز هوست بي عايز يبعت حاجه لهوست ايه هيبعتها له هنا على الماك ادرس دي، وهو مفكر ان هو بعتها له فعلا. فالمان ان ذا ميدل كل مهمته ان هو بيقف في النص يتصنت على المحادثات اللي بينكم انتوا الاثنين، فبيشوف انتوا فاتحين ايه. طبعا بدل الهوست بي ده ممكن يكون سيرفر مثلا جوجل او فيسبوك دوت كوم، فانت مثلا جيت تكتب اليوزر نيم والباسورد بتاعك بتوع فيسبوك دوت كوم، فبدل ما تبعت على الفيسبوك دوت كوم بعتها على الاتاكر، فالاتاكر بدا يشوف ايه هو اليوزر نيم والباسورد بتاعك وبعد كده بيوجه لك الرساله تاني. فيبقى المان ذا ميدل اتاك دي مهمتها ان انا بعمل سنيفنج، سنيفنج ان انا قاعد بشمشم بشوف ايه اللي بيحصل في النتورك، ان انا دخلت في النص ما بينكم وانتوا قاعدين بتكلموا بعض، بالظبط زي انت واحد وصاحبك قاعدين بتكلموا بعض وتكلموا بعض في حاجات سر مش عايز حد تعرفها، واحد قاعد في النص ورامي ودانه معاكوا انتوا الاثنين، ها بتتكلموا في ايه؟ ايه ده اللي انت بتتكلموا فيه؟ طب ده ايه ده؟ فاهم؟ فاللي هو انت اصلا عامل انت مالك انت؟ فالمان ذا ميدل ده برضك نوع من الاتاك بيتم على السويتش. طبعا في طرق كتير عشان نتغلب عليها هنشوفها لما نوصل لمواضيع السكيورتي بتاع السويتش ان شاء الله. الميليشيا سوفت وير، طبعا ما ينفعش ننهي البرزنتيشن دي من غير ما نتكلم عن الورم او الفيروس او التروجن هورس. دول ثلاث اشكال بستخدمهم عشان اعمل انفكت للجهاز بتاع الفيكتيم. الثلاثه تقريبا بيقضوا نفس الغرض بس كل واحده بتقضيها بشكل معين. الورم ده سوفت وير ميليشيس او غير مرغوب فيه بينزل عندك على الجهاز بتاعك. الورم الفرق ما بينها وبين الفيروس، الفيروس برضه نفس الكلام ميليشيس والتروجن ميليشيس كلهم بينزلوا عندك. الفرق بين الثلاثه ان الورم بتنتشر عندك على النتورك من غير ما انت تعرف، بتعمل حاجه اسمها ريبليكيت اتسلف. يعني لو في جهاز واحد بس عندي على الشبكه عليه ورم، كل الاجهزه اللي موجوده عندي على الشبكه الورم دي هتتنقل عليها اوتوماتيك وهتعمل لهم برضك انفكتد. الفيروس ده بيكون سوفت وير ميليشيس برضو نزل عندك، ده الفيروس بيكون التارجت بتاعه ان هو بينفكت ملفات الاي اكس اي، ملفات التنفيذيه او ملفات الالعاب، ده اشهرهم طبعا. الفيروس كل مهمته او ما بيشتغلش غير لما تعمل دبل كليك على الحاجه اللي اتعمل لها انفكتد. يعني مثلا سين ان عندي سوفت وير مثلا برنامج سكاي بي، اوكي سكاي بي مثلا موجود عندك او سكايب موجود عندك على الجهاز نفسه، فانا اول ما جيت اعمل له سيت اب عملت عليه دبل كليك، فتلاقيت لو السكايب معمول عليه فيروس فهتلاقي الفيروس هيشتغل مع تشغيل السكايب، فمش بيشتغل غير لما يوزر يكون فيه انتر اكشن ما بين اليوزر وما بين السوفت وير اللي اتعمل له انفكتد ده، وبرضه الفيروس بيقضي الغرض بتاعه. التروجن هورس ده سوفت وير بينزل عندك وبيكون مخفي ما بيشتغلش غير في اوقات معينه او بياخد صيغه شكل معين، كمثلا انت مثلا شايف الشكل العام شايف دي صوره، فانت بتعمل دبل كليك على الصوره كان جواها التروجن هورس، فيبقى هي من بره الصوره بس هي انفكتد بالتروجن هورس جواها، فالتروجن هورس بيكون بياخد هيئه غير الهيئه بتاعته. طبعا ديت زي سيرفي كده لاشهر الورم اللي كانت موجوده، طبعا مش كلها دي اشهر حاجه، طبعا اخرهم كان كونفليكر ده بنسميه الفيروس الصيني، ده كان طبعا عمل بلاوي لما نزل، وكان في عندنا كمان ستاكس نت وده كان مهمته ان هو للسكادا سيستم او نيوكلير سيستمز، ده كان ضرب بيه ايران. ستاكس نت ده كان مشهور جدا، قال لك ده وورم نزلت
على اجهزه المفاعلات النوويه بتاعت ايران، وقفت السيستمز، عملت لهم دامج. فديت مشهوره جدا ستاكسنت دي. طبعا في عندك موريس وورم، وعندك اي لاف يو، وملسا، الحاجات دي كلها تعرف تعمل سيرش عليها تشوف حتى هي كانت شغاله ازاي، بس ديت كسيرفي بس او من الذاكره يعني عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي. طيب فالاتاكس بتاعته كلها وكل الثريتس احنا ممكن نقسمهم لحاجتين، يا اما تكون ادفانسد بريزيستنس ثريتس او فيكتورز اوف داتا لوس. انا كل المهمه بتاعت الثريتس بتاعتي ان هي بتتطور باستمرار، بتعمل لي اكسبلويتس، بتعمل لي هاكينج، ممكن تعمل لي كومبرومايز، بتعمل انيشال كومبرومايز يعني بتخش على السيستم بتغير الشكل بتاعه خالص، هو شغال بطريقه معينه هي بتعمله بطريقه تانية، بتعمل سكليت اوف بريفليج، ممكن لو انت داخل بيوزر نيم عادي او يوزر عادي هو ممكن يعمل اسكليت يعني ياخد صلاحيات اعلى. الكلام ده كله بتاعت الثريتس، فالثريتس على طول في تطور مستمر، بتعمل بعض الستبس كده لحد ما توصل تقول لك خلاص دلوقتي ميشن كومبليتيشن او كومبليشن، ان انا خلاص بقيت اون للجهاز ده، الجهاز ده بقى تحت سيطرتي خلاص اخليه كبوت نت. طب ايه اكتر حاجه بيستخدم فيها او بيتم فيها الداتا لوز او الداتا بتاعتي بتضيع مني؟ الايميل اتاتشمنت، الانكريبتد ديفايس، ريموفابل ستورج ديفايس، الحاجات دي كلها طبعا بتسبب ضياع في الداتا لو تم استغلالها باستغلال الخطا. الهاكينج تولز، ايه الفرق بين الهاكينج تول والسكيورتي تول؟ هنا بيقول لك معلومه جميله جدا، بيقول لك مفيش فرق، مفيش السكيورتي تول والاتاك تول، هو الوحيد الفرق ما بينهم هو الانتنت اوف ذا يوزر. يعني السكيورتي تول هي هيها ممكن تستخدم كاتاك تول على حسب نيه الشخص اللي بيستخدم. عشان كده انت لما تيجي تستخدم سكيورتي تول على النتورك بتاعتك لازم بيكون في سكيورتي بوليسي تقول لك انت من حقك تعمل التول دي او تستخدمها او لا. كمثال مثلا ما ينفعش اعمل مثلا بينج على النتورك كلها، ما اجيبش مثلا بينج تول بتعمل بينج سويب، بينج سويب يعني مثلا بتعمل لي بينج مثلا على 1000 جهاز. هل في سكيورتي بوليسي او البوليسي بتاعت الشركه بتقول لك انت من حقك تعمل الكلام ده ولا لا؟ انت ممكن تكون بتعملهم عشان تعرف مين الاجهزه الاونلاين حاليا، او تعرف انت مين الجهاز اللي فاتح عشان تعمل معاه الشير مثلا. بس ممكن تتفهم بطريقه تانية ان انت بتعمل بينج عشان تشوف ايه هي البورتات المفتوحه على الاجهزه عشان تستغلها. فعشان كده السكيورتي تولز هيها ممكن تستخدم كاتاك تول على حسب نيه المستخدم. وفي اغلب الاحيان الشركات برضو النظيفه بتقول لك يا جماعه ممنوع حد يستخدم التول دي، 1 2 3 بتحطها لك اصلا كده في السكيورتي بوليسي. انت المفروض كموظف جديد بتعرف ايه هي البوليسي اللي موجوده في الشركه عشان ما تعملش حاجه غلط وترجع بعد كده تعرض نفسك للمساءله او للرفض مثلا. هتقول لهم يا جماعه ايه البوليسي مثلا هنا لو عايز اعمل مثلا سكان على الاجهزه، عايز اعمل مثلا فيشنج اتست حاجه، فيوم هم يعمل لك حاجه اسمها ساند بوكس يقول لك دي حاجه مقفوله ليك انت اهيت، يا اما انت اصلا مش من حقك تعملها. فانت لازم تسال الاول هل انا اوثرايز اعمل الموضوع ده ولا لا. طب ايه هي السكيورتي تولز اللي ممكن استخدمها؟ في عندك موقع زي sec-tools.org، ده هتلاقي عليه اغلب التولز اللي بتعمل سكان واللي بتعمل باسورد اوديت وبتعمل سنيفر وبتعمل باكيت كرافت وفولنربيلتي سكانر، دي كلها متجمعه في الويب سايت ده. او ممكن تستخدم توزيعه او اوبريتنج سيستم كالي لينكس، دي توزيعه من لينكس. فكرتها كلها ان هي مجمعه لك كل الباكجز او كل التولز بتاعت الهاكينج او السكيورتي كلها في سيستم واحد، فانت مش هتضطر تدور عليها كتير. او ممكن اخر حاجه الميتا سبلويت، ودي فريم ورك بنستخدمها عشان نعمل اتاك على الاجهزه، طبعا بيكون فيها ملفات تنفيذيه. وانس انا عرفت ان في هنا فولنربيلتي على السيستم ده ويندوز 7 مثلا، فانا بنزل عندي ميتا سبلويت بخليه يعمل سكان واقول له شوف هتستغلي لي الثغره دي ازاي او هتستغلي لي الفولنربيلتي دي ازاي، فهو يبتدي يعمل تيست على بعض الحاجات، يجرب الثغره دي ما نفعتش، يجرب دي يجرب دي يجرب دي لحد ما في حاجه تنفع ويخليك تدخل على النت. ده بالنسبه للميتا سبلويت. اخر حاجه هننهي بيها المحاضره بتاعتنا هي النيتورك سكيورتي مس، او هي الاشاعات او الاساطير اللي بتتقال عن النيتورك سكيورتي. دايما لما تيجي تنصح حد بالنيتورك سكيورتي سواء في شركه او مؤسسه او شخص نفسه بتقول له خلي بالك في اتاكس ممكن تحصل على النيتورك بتاعتك وممكن تضرك، فدايما بيقول لك رد من الردود دي بيقول لك مفيش حد هيهتم بالنيتورك بتاعتي، يعني يا عم خلاص سابوا كل النيتوركس بتاعت الدنيا كلها وهيجوا على النيتورك بتاعتي اللي فيها جهازين ثلاثه هيستغلوها هيسرقوا اللي عليها. واحد تاني هيقول لك احنا ما تمش اختراقنا قبل كده واحنا واثقين جدا من النيتورك بتاعتنا وعمرها ما هتخترق. واحد تالت هيقول لك الاي تي ستاف هو المسؤول على الامبلمنتيشن اوف سكيورتي، انا ماليش دعوه ما تكلمنيش. طب افرض الاي تي اصلا ما يتكلموش او الاي تي ستاف اصلا ما يعرفوش، فهل انت بقى هتنام على نومهم؟ فطبعا ما ينفعش. واحد اخير هيقول لك احنا عندنا فاير وول احنا كده محميين. فدي اشهر اربع كذبات ممكن تشوفهم في النيتورك سكيورتي، اي حد هيقول لك حاجه من الاربع حاجات دول
وياما ناس كتير قالت نفس الكلام ده وتم اختراقها وتم الاتاك عليها وفقدت الداتا بقى بتاعت العملة بتاعتهم وسوماتها اتضربت، لدرجة ان في شركات قفلت اصلا بسبب ان هي تعرضت لاتاك واحد بس دمر سوماتها. بكده يكون احنا خلصنا المحاضرة بتاعت النهاردة. المحاضرة زي ما انت شايف كانت طويلة شوية بس كلها حاجات اساسيات، انت قاعد بتثبت نفسك كده في السكيورتي. طول ما احنا ماشيين في الكورس هتلاقي الدنيا بقت اسهل فاسهل ان شاء الله. اشوفكم في المحاضرة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.